السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وتكونوا بصحة جيدة وتكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم بريوات ديال اللوز نزولا على الطلبات ديالكم. بريوات كيجيو زوينين بزاف، لذاد، سهلين، متولين، صغيورين. غادي نحاول نذكر لكم جميع الأسرار باش ينجحوا لكم، وكذلك باش يجيو شاربين العسل. وحتى الناس اللي مثلا ما كتكونش متوفرة عندهم الورقة الكبيرة، فأنا درتهم لكم بالورقة الصغيرة وبالورقة الكبيرة باش تعم الفائدة. فغادي نخليكم دابا مع المقادير وطريقة ديال التحضير. كنحتاجو كيلو ديال اللوز، كنغسلوه مزيان باش كيتحيد منه داك التراب ضروري. ثم كنديرو الماء في واحد الطنجرة، غير كيغلى كنديرو اللوز ديالنا وكنخليه واحد جوج ديال الدقائق صافي، وكنصفيوه ما نخليوهش بزاف. كنمشيو دابا باش نقيو اللوز ديالنا. باش يسهل علينا اننا نقيو اللوز، كنديروه في واحد الزيف اللي يكون نقي او نحكوه باليدين ديالنا، يعني كيتنقى لنا بسرعه، ما نبقاوش نقيو وحده وحده. واللي عندهم داك الطبق ديال الخبز حتى هو يديروا نفس الطريقه، يبقاو يحكوه بين يديهم، راه دغيا كيتنقى، يعني ما كنلقاوش معاه صعوبه اللي هي كثيره. من بعد ما نقينا اللوز ديالنا كنديروه في واحد الصينيه اللي يكون مفرش عليها واحد الزيف نقي، وكنخليوه ليله كامله ضروري باش هذاك اللوز ديالنا كينشف من الماء تماما وكتجينا العقده مزيانه. في الغد كنسخنوا الفرن ديالنا وكنقبطوا شويه ديال الزيت، كنديروها في اليدين ديالنا وكنبقاو كنلبسوا داك الويزات هكذا بيدينا باش كندخلوهم يتحمروا بحال قليناهم، ولكن هما غير في الفرن كيجيو بنانين بزاف. كنخليوهم يتحمروا على خاطرهم، انا قسمت الكميه على جوج باش يتحمروا بلاتي عليهم. صافي اللون ديالهم هما هذا، راهم واجدين. غادي نخرجهم نخليهم جانبا وندوزوا للمقادير الاخرى. بالنسبه للناس اللي بغات دير نص هكذا في الفران ونص ابيض، فلكم الاختيار. بالنسبه لكيلو ديال اللوز كندير معاه 200 غرام ديال السكر فقط، ما يعادل ربعه، كنقصوا منها واحد نصف كاس، جوج ديال المعالق كبار ديال الزبده ذائبه. كنديروها في واحد الكاسرول وكنخليوها كتغلي وكتعاود حتى كيتحيد من هذاك الحليب اللي فيها، وكترجع لنا صافيه كيف ما غادي تلاحظوا معايا الان. ما كنخليوهاش حتى كترجع بنيه كاع تحرق، لا، غير كتصفى لينا، كنتاكدوا ان مشى من هذاك الحليب صافي، وكنحتفظوا بها جانبا. جوج معالق كبار ديال الماء زهر او على حسب الخليط ديالكم او العقده، واحد ساشي ديال الفاني، ساشي ديال السكر بنكهه الزهر، قبيصه ديال الملحه، معلقه كبيره ديال العسل، ثلاثة او أربعة ديال الحبات صغيورين، ماشي الحبات الكبار ديال المسكه الحره او المساكه، ها هي بالنسبه للناس اللي ما كتعرفهاش. وطبعا واحد معلقه كبيره ديال القرفه بالنسبه للناس اللي عزيز عليهم. اول حاجه غادي ندقوا المسكه الحره او المساكه مع داك السكر اللي مسم بالزهر، الا ما كانش متوفر او ما كانش عزيز عليكم الزهر ممكن تدقوه مع الفاني فقط. غادي نقبطوا اللوز ديالنا، غادي نخلطوا معاه السكر ديالنا. كيف ما قلت لكم في الاول، ممكن انكم ديروا نص هكذا في الفران ونص ابيض. كنديروا الفاني، كنديروا القبصه ديال الملح، كنديروا القرفه، ثم السكر المنسم بالزهر اللي دقيناه مع المسكه الحره. ما تكتروش المسكه الحره باش ما تقصح لكمش البريوات، يعني واحد ثلاثة او أربعة صغيورين، ماشي هذوك الكبارين، كافيين، يعني ما كاملش راس معلقه. غادي نقبطوا هذا اللوز وغادي نطحنوه، ممكن انكم تديوه لبرا وتطحنوه لكم الطحين ديال البريوات باش هكذا كتكونوا متاكدين من القوام ديالو. انا طحنته مرتين باش جاني ماشي بودره بزاف وماشي عاوتاني طلق الزيت بزاف، هكذا غادي يضيع، يعني ما خصوش يكون بودر وما خصوش يكون طلق الزيت بزاف، خاصو يكون كيتجمع لنا شويه في اليدين، يعني معلك باش كتنجح معنا العقده. دونك كنديروا هنايا العسل، كنديروا ماء الزهر واحد جوج حتى ثلاثه ديال المعالق على حسب الخليط ديالكم. ثم كنديروا الزبده. البنات اللي كيتشكاو ان العقده ديالهم كتطلق لهم الزيت،
انا متاكده انهم كيديروا الزبده بكثره، خصوصا الى مثلا كان اللوز عندهم مطحون عادي يعني غير بودر، كيبقاو كيضيفوا في الزبده، وبالتالي كيبقاو يضيفوا في مظهر بزاف يعني مظهر كتير، باش كتجمعهم داك العجينه وكيرجع لنا داكشي كله مفرتت وما كيجيش يعني ما كيجيش نهائيا مزيان، وكيبقى كيطلق الزيت. هادشي بحكم التجارب ديالي انا. دونك كلشي في الطحين ديال اللوز، يعني الطحين ديال اللوز اساسي، خاص ما يكونش بودره البنات بزاف، وما يكونش عاوتاني ميه بالزيوتات، خاصو يكون نص نص. غادي نبقاو كندلكو داك العقده بحال اللي لاحظتو معايا، ثم كنجمعوها. بالنسبه للناس اللي ما بغات تجمع لهم كان خطا في الطحن، فكيبقاو كيضيفوا مظهر حتى كتجمع لهم العقده، ثم كنشكلوا كويرات من وزن 7 غرام او 6 غرام بحال هذا الشكل. هذا انا هنا كيلو ديال اللوز خرج لي 135 حبه ديال البريوات. غادي نبدا معكم دابا بالورقات الصغار. هذا القياس هذا بحال اللي كيديروا اغلبيه السيدات في البيوت ديالهم، يعني في المقله ديالهم. كنقبطوا الوريقات، كنقطعوهم، كنقطعو لهم الجوانب اللي كيكونوا شويه ناشفين ياك، ثم كنحتفظوا بالباقي ضروري في البلاستيك. من بعد ما قطعنا لهم الجوانب كنقطعوهم في النصف، لان كيكونوا غير صغيورين يعني كيساعدونا وكيجيو ساهلين حتى في الخدمه وكل شيء. كنبقاو كنحيدوا ورقه على ورقه صافي، وكنرجعوا الكل في البلاستيك باش ما ينشفش. الجهه اللي كتكون ملساء هي اللي كتكون على طاوله العمل. كنطويو الورقه على هذا الشكل، كنحطوا الحشوه او العقده، كنبعدوا شويه عاد كنحطوها، كنحاولوا نشكلوا مثلث ضروري، وعاد كنبقاو كنلويو دائما مع الزيار، يعني ما نخليوش داك البريوه ديالنا مرخوفه بزاف باش ما كتجيش ديفورمي. يعني حنا كنلويو وحنا كنزيرو، كنخليو واحد شويه ديال الورقه بحال هكا، كنقطعوا الا كان عندنا شي زوائد ولا شي حاجه، كنلصقوا بالعجينه الميته اللي هي ماء مخلط مع دقيق، يعني كيكون بحال شي بات هو باش كنلصقوا، راه كنظن على ان كاع السيدات كيعرفوه صافي. وكنحاولوا ندخلوا داك الجانب في داك الجانب اللي كيكون هكذا مشدود ديال البريوه. غادي نعاود معكم هذه باش غتشوفوا. كنبعد دائما على الاطراف، عاد كنحط العقده ديالي، كنشكل مثلث، وكنبقى كنتكي هكذا بيديا، يعني كنحكم داك البريوه مزيان باش كتجيني زوينه ومتوله. غادي نقطعوا الورقه اللي كتبقى لنا شيطه كثيره، حتى دابا غادي نزيد نقطع منها شويه، ثم غادي نلصقوها بالدقيق مع الماء وغندخلوها في داك الحاشيه اللي كتكون. ممكن ندخلوها ممكن ما ندخلوهاش، انا غنشوفوا هادشي معايا في مراحل اخرى. الورقه الكبيره دابا كاين اللي كيقطعها على هذا الشكل بحال الطريفات ديال الحرشه، كاين اللي كيقطعها على شكل اشرطه هكذا طوليه. فانا كنفضل صراحه هاد الاشرطه، خصوصا الناس المبتدئات فكيتقنوا البريوه وكتجي البريوه متقونه جدا. دونك كنعبروا واحد جوج ديال الصباع ديالنا وعاد كنقطعوا تقريبا واحد 4 سنتيم صافي. وكنبقاو غاديين مع الورقه حتى كنقطعوها. مثلا انا هنا هذا هو العبار اللي درت ديال الشريط، واحد جوج ديال الصبعان باش كتجيني البريوه زوينه. بحال اللي قلت لكم الوزن ديال داك الكويره ديال العقده كيكون ما بين 7 غرام 6 حتى 7 غرام صافي. كندير داك الشريط على العجينه الاخرى باش كنشد به العبار. ممكن تستعملوا بواحد المسطره الا كنتو مثلا تقدروا ما تجيبوهاش مقاده. كنحط الشريط ديالي على طاوله العمل، ودائما كنقطع واحد الجنيب باش كنحصل على داك المثلث اللي دويت لكم عليه قبيله. بالنسبه للورقه الا كانت مدهونه جيدا من يعني من بلاصتها منين خديتوها فلا باس كتكملوا هكذاك، الا ما كانتش مدهونه وكانت ناشفه فكدهنوها بالزيت وعاد كتخدموا. اما الا كانت مدهونه فما كتحتاجش شي باش ما كيجيكم داك البريوات مزيتين صافي. كنبقاو كنلويو على هذا الشكل. هذا الناس اللي غتسولني شحال درتي في كيلو ديال اللوز ديال الورقه، درت كيلو وربع ديال الورقه. مبتدئات يديروا كيلو ونص، اللهم تشيط لكم الورقه ولا تخسكم. كنقطعوا الزوائد وكنلصقوا بالخليط ديال الماء مع الدقيق صافي لهذا الشكل. هذا بالنسبه لهاد البريوه هذه فما غاديش ندخلها، غادي نلصقها فقط على هذا الشكل. هذا يعني داك التدخال ماشي ضروري. غادي نعاود معكم هاد الوحيده. كنقطعوا دائما واحد الجانب مائل ثم كنشكلوا مثلث،
وكنثبتوه باليدين ديالنا، كنبقاو غاديين معاه غير بالمهل وحنا متحكمين في داك البريوه. يعني ما كنتلقوهاش غير هكا خاويه، كيخ بحال فاش كنكونوا كنعمروا واحد المخده وكنعمروا لها الودينات ديالنا، راه بحال هكاك البريوات. الا ما عمرتولهاش الودينات وبديتو كتجبدوا داك البريوه، يعني وانتم كتشدوا، راه داك الودينات ما غاديش يتعمروا وغادي تجينا البريوه خايبه، ما غاديش تجينا في المنظر مزيانه. دونك كنبقاو غاديين على هذا الشكل وحنا كنثبتوا داك البريوه بين يدينا، كنقطعوا الفائض ديال الورقه كنقطعوها بحال هكا، ثم كنلصقوا كيف ما قلت لكم. هذه ما غاديش نلصقها، ما غاديش ندخلها، غادي نلصقها فقط بالنسبه للناس المبتدئين. صافي، غادي نستفوا البريوات ديالنا بحال هكا باش ما يجيوش ديفورمي ملي يطيبوا. الا صوبناهم في الصباح فكنقليوهم حتى المساء، والا درناهم في الليل فكنقليهم في الغد، يعني ضروري البريوات ينشفوا. انا بغيت هنا نوريكم وعاد نكمل. في الغد ولا في المساء كنقضوا واحد الطنجره ولا واحد المقله كنديروا فيها الزيت، كنخليو الزيت سخن. الزيت ما خصهاش تكون سخونه بزاف، وفي نفس الوقت ما خصهاش تكون بارده، يعني كنجربوا في واحد البريوه حتى كنحصلوا على داك يعني درجه الحراره المطلوبه. كنديروا البريوات ديالنا في الزيت كنقليوهم، كنبقاو ضروري كنحركوهم دائما، كنبداو كنحركوا البريوات باش ما كيجيوناش بالطبايع. يعني البريوه كتبان لك انها فيها واحد الضبعه اللور ولا شي حاجه، بالعكس ملي كنبداو كنحركوهم وما كيتقلاو يعني مقابلينهم كيجيو لنا لون واحد. كنحيدوهم كيكونوا على هذا الشكل، ما خصهمش يجيو محمرين بزاف باش ما كيزيدوش يتحمروا وداك اللوز كيتحرق. انا استعملت 2 كيلو ديال العسل في هذا القياس هذا. بالنسبه للعسل الا ما كانش عندكم عسل قاصحه وكانت عندكم عسل مثلا من نوع جيد، فكتخلطوا معها واحد نصف علبه ديال الجلوكوز باش كيجيو شادين مزيان، يعني كيجيو معلكين وكيجيو قاد فيهم داك العسل. غادي نبقى في الماء ساليت كنطفي في العسل، كيف ما لاحظتوا ما كنحيدش كاع داك البريوات ديالي من العسل. من بعد غادي نشركهم في واحد الاناء واحد، وغادي نبقى كل مره نحرك فيهم. من الافضل انكم تخليو هاد البريوات هادو ليله كامله في هاد العسل حتى يعني كيشربوه مزيان. علاش تخليهم ليله كامله؟ لان دابا ملي كنديروا البريوات ديالنا في عسل اللي كتكون بارده، راهم داك العسل اوتوماتيكمون كتسخن. ملي كتسخن وحيدتو نتوما البريوات ديالكم، فما ما كيشدش البريوات، ما كيشدش فيهم العسل، يعني كتكون العسل سخونه. الوغ كو العسل حنا معروفه العسل فاش كتبرد كتقصح، يعني قد ما بردت لنا العسل في هاد البريوات هادو فكيجيو لنا معلكين وشاربين العسل، وداك العسل ما كتحيدش عليهم بسرعه. من بعد ما كنخليوهم ليله كامله ولا على الاقل واحد 3 أو 4 السوايع، كنديروهم على واحد الشبك باش كيستقطروا لنا شويه، وعاد داك الساعه كنديروهم على واحد الصينيه، يعني كنستفوهم واحد على واحده وكنزينوهم على حسب الرغبه، اما بزنجلان اما برقائق اللوز اما باي حاجه نتوما بغيتو. بالنسبه للاحتفاظ بهم فكنديرهم في واحد العلبه اللي كنفرق بيناتهم بالبلاستيك، وكنديرهم في المجمد فاش كنبغيهم، يعني ملي كيقرب الوقت باش ناكلهم كنخرجهم واحد 2 أو 3 ساعات قبل، فكيجيوني بحال يلاه يعني يلاه قليتهم وكيجيو معسلين وكلشي. بالنسبه للناس اللي تبغي تحتفظ بهم يعني خضر، تخلي البريوات حتى ينشفوا وتحتفظ بهم، ديرهم في المجمد على ما كيجمدوا، ثم كتشركهم في بلاستيك وحده وكتحتفظ بهم. انا كنفضل هاد الطريقه كتجيني افضل بكثير. شكرا بزاف على حسن المتابعه، والى الفيديو القادم ان شاء الله.